دعا المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن جميع أعمال الميليشيات تزيد من معاناة الشعب اليمني. تداولت بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بعض التسريبات، بعض الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد الموظفين الأمميين وكذلك المنظمات الغير حكومية في الداخل اليمني، سواء كان بالاختطاف أو بالإخفاء القسري، سواء كان من الموظفين من مواطنين يمنيين أو غيرهم من العاملين بالداخل اليمني. نحن نقدر ما تقوم به هذه المنظمات، ويجب أن يكون هناك خطوات أكثر صرامة على الانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في هذا الجانب. جميع هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات الحوثية زادت معاناة الشعب اليمني، سواء بدفع الضرائب، سواء بتعطيل الشاحنات أو نهب البنك المركزي اليمني أو غيرها من الأعمال العدائية ضد الشعب اليمني في الداخل اليمني ومحاولة اختلاق السوق السوداء في المتحدث باسم تحالف دعم الشعب